مع احتدام المنافسة قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية في تركيا، قال بيان للمعارضة أن الرئيس رجب طيب أردوغان يحتاج إلى موافقة البرلمان قبل الترشح بحسب الدستور، مضيفا أن إعلان أردوغان الترشح لولاية ثالثة مخالف للدستور، مشيرا أنهم ما زالوا يتشاورون لاختيار مرشح للرئاسة. ومن خلف قضبان سجنه، اعتبر زعيم حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض صلاح الدين ديمرتاش أن على حزبه دعم مرشح تلتف حوله كل الأحزاب المعارضة، بدلاً من تسمية مرشح لمواجهة أردوغان في الانتخابات المرتقبة خلال مايو المقبل طبعاً. السياسي الكردي قال، والذي ترشح مرتين ضد أردوغان من خلال محام في سجنه، قال بمدينة أدرنة أنه يدعم فكرة الدفع بمرشح مشترك. اتهمت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الحكومة التركية بإنفاق مليارات الدولارات من أموال الدولة بهدف دعم أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة. على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم يوما بعد يوم في تركيا، فإن الحكومة في أنقرة تكثف نفقاتها في الآونة الأخيرة على الحملة الانتخابية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هذا ما كشفه أحدث تقارير صحيفة نيويورك تايمز. مليارات الدولارات من أموال الدولة تذهب لحشد الدعم الشعبي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المقررة أواسط مايو المقبل. عملية الإنفاق تأتي عبر مشاريع تطلقها الدولة لجمع أصوات الأتراك في المرحلة المقبلة، رغم أن تلك المشاريع وفقاً لخبراء اقتصاديين ضارة وغير مستدامة، وهو ما من شأنه مفاقمة أزمة التضخم في البلاد. لم تتوقف الانتقادات التي تشنها المعارضة ضد الحكومة التركية على الجوانب الاقتصادية بحسب الصحيفة، بل وصلت إلى حد اتهام الرئيس التركي وحزبه باستغلال القضاء لإطلاق تهديدات للمنافسين المحتملين. في المقابل، يصر أردوغان وإدارته على أنهم يحاولون من خلال هذه السياسات خدمة المواطنين الأتراك الذين جددوا الثقة به وبحزبه في العديد من الانتصارات الانتخابية على مدى العقدين الماضيين. طيب مشاهدينا، أمام سيل الانتقادات التي توجهها المعارضة التركية لأداء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يقف أنصاره موقف المدافع نظراً للإنجازات الكبيرة التي تمت في الحقبة الأخيرة كما يقولون، وذلك بعد أن أقر أردوغان سلسلة إجراءات جديدة لمواجهة أثر التضخم على المواطن التركي، أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 55%. كما زاد الرئيس التركي رواتب موظفي القطاع الحكومي في الدولة بنسبة 30% قبل أن يعمد إلى توسيع برنامج حكومي لمنح قروض مدعومة للتجار والشركات الناشئة. من بين تلك الإنجازات كان قرار إلغاء سن التقاعد الأدنى الذي فتح الباب لخلق آلاف الوظائف للشباب العاطل عن العمل. الخطوات التي تبدو إصلاحية بنظر مؤيدي أردوغان يراها معارضون أنها ستزيد من إغراق البلاد وتسبب عدم حل للأزمة الاقتصادية عبر رفع مستوى التضخم أسوة بغيرها من الدول ذات الاقتصاد المنهار. من أنقرة ينضم إلينا بركات قار، الكاتب والباحث السياسي. أستاذ بركات، مرحبا بك. أولا أهلا، مساء الخير. دعني أبدأ بالانتقاد الأبرز من خلال ما نقرأ ونسمع عن تقديم موعد الانتخابات، لكن هذا الموضوع يعتبر بحسب الدستور والقانون من حقه، هو استخدم صلاحياته لأنه يحق له التأخير 60 يوم أو التقديم 60 يوم، أليس كذلك؟ عزيزتي الكريمة، بالحقيقة هو ليس إطلاقاً، يعني هذه الدستور الآن حسب الدستور لا يحق له الترشيح إطلاقاً المرة الثالثة، وهناك سيكون صراع وسيكون هناك جدل كبير حقوقي، لكن كل أحد يعرف بأنه المجلس الأعلى للانتخابات يعني معين من قبله، ولذلك سيتخذ قرار لصالحه مهما كان الأمر. هذه المسألة مهمة جدا،
تثير الجدل بين كل الأطراف، وخاصة حقوقيا قضائيا، يعني بين المعارضة وحزب العدل والتنمية. نحن بالحقيقة تركيا تقدم على انتخابات ليست لها مثيلا سابقا، وهذا من اليوم حتى بدأت الاحتدام بين الأطراف والاستقطاب، وفي تخوف بالحقيقة من حركات غير صالحة وغير أن تكون صالحة للشعب وللأطراف. لذلك الآن بتقديري هناك الأمر منتهي من ناحية الظروف، يعني القائم الآن اقتصاديا وسياسيا وقضائيا وعلاقات خارجية إلى آخره. هذه السلطة بأنها وصلت إلى مطاف بالحقيقة حدودها، ولكن الكرة الآن في ملعب المعارضة. المعارضة إذا كانت فعلا اتفقت على مرشح مشترك، أنا بتقديري الجولة الأولى سيهزم طيب أردوغان في هذه الانتخابات، لكن بحال بأنه خرج أكثر من مرشح، يعني ستكون الأمور مختلفة. وبالحقيقة كل ما جاء على لسان طيب أردوغان أو من قرارات بالفترة الأخيرة التي أشرتم إليها بالآن لا تفيد، لأنه التضخم لا زال استزبركات. يعني فوق بمعزل عن الموضوع الاقتصادي والتضخم، أردوغان دائما يلعب على هذا الوتر، يكركب المعارضة. الآن أنتم مكركبون هكذا يقولون، يعني المعارضة دائما تطالب بتقديم الانتخابات، الآن هو بادر وقدمها على عكس مطالب المعارضة، يعني كأنه وجد شيء يلهيكم به عن الموضوع الأهم واللي هو ترشحه. ماذا لديكم من خيارات الآن؟ بالحقيقة الآن هذا ليست انتخابات مبكرة، لا نعتبر انتخابات مبكرة، إنما بأنها قضائياً على الأقل قانونياً هو لا يحق دستورياً أن يرشح نفسه، ولا المعارضة لم تبقى عند هذه الحدود، يعني عند هذه النقطة، بإنما المعارضة الآن عليها أن تتفق على مرشح مشترك، وهذا وارد، لكن هناك تعرفون الطاولة الست الموجودة الآن للأسف الشديد لم تقم بدورها خاصة. طيب استاذ بركات، أنت تقول كأنه أنت ترد على نفسك، يعني محاولة تقطيب المعارضة ضد أردوغان فاشلة الآن لأنكم مش مجتمعين على شخصية معارضة. هو عزيزي الكريم المعارضة ليس موحدة، يعني هناك في طاولة ست وفي هناك حزب الشعوب الديمقراطي المتحالف مع هو العمل والحرية. العمل والحرية الآن أصوات، يعني نسبة الأصوات ما يقارب 15%، وهو المحدد وهو المفتاح الأساسي سيكون. وبالحقيقة حزب الشعوب الديمقراطي وحلفائه هم قوى ديمقراطية ثورية تقدمية معارضة لهذه النظام والنظام الرئاسي، بينما الطاولة الست هي ليس كذلك، إنما أحزاب برجوازية وأحزاب منها طبعا معروف انشقت عن حزب العدالة والتنمية، ومنها حزب الشعب الجمهوري اللي هو حزب المعارضة الأم. يعني لذلك الآن المهم يجب أن في مطالبة كبيرة كما جاء في تقريركم زعيم الحزب الشعوب الديمقراطي مسجن حتى قام بأكثر من تصريح حول هذه الاتفاق والتوافق على شخصية معينة مشتركة على أسس طبعا أو مبادئ، ليس فقط على الاسم بالذات، ولكن نحن لازلنا في انتظار. يعني القوى المعارضة الثورية التقدمية هي بانتظار هذه الطاولة، هذه الست أحزاب ماذا تعمل. يعني بحال استمرت في هذه السياسة لا يمكن في الجولة الأولى بالحقيقة تنجح، لا هي تنجح ولا طيب أردوغان ينجح.
لأنه حزب الائتلاف العمل والحرية سيخرج في أيضا مرشح بحالة استمرار هذه الأمر. طيب لهذه يعني الآن الشعب جاهز، المعارضة استزبركات من صاحب اليد الأقوى اليوم بالمعارضة؟ كليشدار، باباجان، أحمد إمام أغلو، مين اللي عنده أكبر إمكانية لحتى يستلم في حال تم ترشيحه؟ الحقيقة هو كليشدار أغلو، يعني المرشح الأكثر بارز في هذه الأمر القابل أن للنجاح، لكن هناك في مثل إمام أغلو، لكن الحزب الشعب الجمهوري لا يريد ترشيحه يبدو في هذه الوقت بالذات، وهناك في تعارض، يعني في مشاكل بين هذه الأحزاب الستة. لا نعرف ب30 الشهر سيكون هناك الحسم الأساسي والإعلان عن المرشح كيف يكون، لكن كما قلت لك بأنه الحزب الشعب حزب الشعوب الديمقراطي هو الحاسم الأساسي سيكون في هذه الانتخابات. على كل حال أستاذ بركات، فيما يتعلق بكليشدار، أردوغان يقول أسهل مرشح بالنسبة لي أنه أهزمه هو كليشدار. على كل حال اليوم تاريخ 14/5/1950 أول مرة أقر في تركيا قانون التصويت السري والتصنيف العلني. في رمزية لاختيار هاليوم من قبل أردوغان، عزف على وتر شعبوي معين، مش هيك؟ هو دائما طيب أردوغان، نحن يعني كل العالم تعرفه ببراغماتيته وأعماله وبأوراقه التي يطرحها بالحقيقة بفترات الأخرى، كما جاء في 2015 كل أحد يتذكر في هذه الأمر، يعني لم يستطيع يشكل السلطة بوقتها لوحده، ولكن أجل الانتخابات بعد شهرين، وبخلال هذه الشهرين حصل ما حصل من عنف واعتقالات وتفجيرات وإلى آخره. طبعا في الشعب الحقيقة وبعض الأحزاب تتخوف من هذه الأمر، من تكراره في هذه الانتخابات مرة أخرى، لكن لأول مرة بتاريخ تركيا الأحزاب البرجوازية الآن كلها أجمعت بتحالف مشترك. هذا بالحقيقة مهم، لكن هل ستستطيع أن تخرج في مرشح واحد مشترك أن أيضا يأخذ ويلقى الدعم من قبل الفئات الموجودة مثل الطوائف الموجودة في تركيا، مثلا مثل العلويين، مثل الأكراد، مثل الأقليات الأخرى العربية الشركزية، اللاز إلى آخره. يعني هذه مهمة جدا جدا. الآن هذه انتخابات مصيرية لا تخص تركيا أو شعوب تركيا فقط، إنما تخص كل الشعوب في هذه المنطقة، لأنه سيكون تغيير جديد بالحقيقة. لا شك، بس فيما يتعلق بالوقت الممنوح للمرشحين، كل ما قصر الوقت المنافسة بتكون لصالح أردوغان حاليا أو لا؟ طبعا لا بتقديري هذا، بأنه لحتى الآن عدم ترشيح وعدم الإعلان الاسم كان ممنهج وكان مقصود بالحقيقة، لكن الآن وصلنا بعد ما أعلن تاريخ الانتخابات يجب إعلانه في أول هذه الشهر القادم، وتأخيره طبعا سيكون لصالح طيب أردوغان، لكن أنا بتقديري سيعلن بأول هذه الشهر، يعني التأخير ليست لصالح المعارضة أكثر من ذلك. شكرا من أنقرة بركات قار، الكاتب والباحث السياسي، على مداخلتك.